3 2 1 ركزي في الكاميرا. ودلوقتي معانا بقى المايك دلوقتي طبعا بعد ما انقذني البطل الخارق باسم. انت وش جاي في الكاميرا ولا مش جاي؟ قول لهم انا عملت ايه، قول لهم بقى ان انا جبت السلاح وقتلت العصابه كلها واحد واحد ونايمتهم على الارض وفضلت ضرب فيهم. قول لهم يلا. ونزل طبعا ضرب فيهم وجابهم كده واحد واحد. وبص دي سنتي طبعا، وخطفنا واحنا اتخطفنا وضربنا، بس هو جه انقذنا. ايوه بقى كده، ايوه اللقطه دي هتنزل على اليوتيوب، هتدغدغ الدغدغ، هتجيب لايكات كتير قوي. استنى استنى، هتشيل الكاميرا تاني، هتشيل الكاميرا تاني. نسيت اقول لهم يعملوا لايكات. يلا يلا 3 2 1. وبعد كده بقى طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان جوزي الحبيبي هو اللي انقذني. ايوه جمدان يا باسم، يا باسم يا نهار اسود عليا. ده مين اللي جه ده؟ يا نهار اسود، الله يخرب بيتك. مش هبت طالبه اوردر ولا حاجه يا عم انت؟ لا اوردر يا عم انا صاحبك اللي جيت انقذتهم، انت نسيتني. انت مش كنت شغال دليفر يا ابني؟ انا لا مش انا. بقول لك ايه، انت جبت الساندي السندريلا عيديه الكريسماس يا ابني؟ شو انت بتقولها؟ بتفكرها ليه؟ ما كانت نسيت يا عم، اجيبها لها عادي. وبعدين هديتي كريسماس. استني بس خش لها، هجيب حاجات. لا استنى، خد تعالى كمل الخير اللي انت. ايه تعالى يا ابني، انا هجيب هديتك كريسماس، مش عارف اجيبها لساندي ولا لسندريلا الصراحه، مش عارف. ما عندي فكره، هتلم هما الاثنين. حلوه الفكره دي. تعالى بس بقول لك ايه، صح؟ طب يلا انا همشي، انا عملت خير وخليك تدفع، انا خليتك تدفع الفلوس ميتين. حبيبي الله يخرب بيتك. انا غبيه قوي، انا اغبى زوجه في الدنيا دي كلها. والله انا عارف، عشان انا نسيت الورث اللي كان مع اخويا. انا هجيب لك هديه الكريسماس، وهجيب لك اكبر هديه بصي في الكريسماس كله، هديه الكريسماس كبيره قوي قد البيت ده. هديه توقعي. انا عايزه بابا نويل، عايزه بابا نويل. بنويل ده بيجي اخر السنه، لسه فاضل 6 ايام عشان السنه تخلص. كل سنه وانت طيبه كده، وربنا ياخدكم كلكم عشان خاطر قبل ما اجيب الهدايا ان شاء الله. انا بس عايز اقول لك على حاجه، هات لي زينه وعايزين نزين كل البيت ده انا وساندي. تعالى ساندي. معلش بس معلش، هي ساندي ليه خرصه؟ ليه خرصه؟ ولا ايه؟ ما ينفعش. تعالى معلش يا ساندي، بيقول عليك انت ليه جميله؟ ليه ما بتتكلمش زيك كده؟ ليه ما بتتكلمش؟ ليه؟ اوعى تسكت، ما تتكلمش. ايه؟ بص هاتي بص. حبيبتي تعالى بسرعه يا باسم، تعالى. ايه خلاص معلش معلش، ناس ايه الموضوع ده حصل زمان. ايه امشي يا ساندي، امشي يا ساندي، روحي كملي لعب. ايوه ايه اللي حصل بقى زمان؟ إيه؟ هي كانت رايحه تعمل عمليه اللوز، عارفه؟ والدكتور اكيد شال سالها صح، فعشان كده كان في الاول صوتها جميل جدا. سيبت عليا يا ساندي، يا خرصه. اصل مش المشكلة بتزعل، ممكن يجيلها اكتئاب. ما هي اصلا كئيبه، مش كئيبه على فكره، هي بتبان قدامك كئيبه، ما هي في الاساس. بص عامل لك مفاجاه، عامل لك مفاجاه بمناسبه ان الناس عملت لايكات كتير طحن الفيديو اللي فات، لايكات كتير طحن على بنت ساندي، والفيديو اللي قبله ماشي عشان خاطر ساندي وسندريلا. انا قررت بقى عشان خاطركم، عازمكم في مطعم عشان خاطر اللايكات الحلوه دي، عازمكم في احلى مطعم في السيرفر. بس قبل ما نطلع نحط نطلع غرفه المشتركين، الاول نخلي عندنا دم عشان في ناس لسه هتتضاف في غرفه المشتركين. اهو يلا طلعنا. الناس دي بتتضاف في دماغي يا جدعان، الناس دي بتتضاف في دماغي، وانا دماغي الحمد لله كبيره بتشيل ده كله. يلا بس شايف شكل الصندوق جميل ازاي؟ ايوه الصندوق شكله حتى عامل زي الكريسماس كده، في حاجه كده. ده امبارح اساسا. انا بقول لك ايه رايك بكره نروح نجيب اسمه ايه ده؟ الورث اللي انا كنت سايباه مع اخويا. لا بلاش يعني، بلاش، انا شايف انه بلاش الصراحه. ما كان بس 33 مليون دولار. معاك رقم اخوكي؟ معايا. طب ممكن تديني رقم؟ انا ممكن اكلمه دلوقتي لو انت عايز. استني بس اكتبي الاول. ماشي اكتبي الاول عندك. اكتب اهو. برديس. باردي. اهو. مين تاني؟ باديس. واكتبي معاز الحسيني. ال او سي ني. واكتبي محمد النوبي. بسرعة بسرعة بسرعة. النوبي اهو. واحد اكتب لي يا رب توصل 1000 لايك، 1000 لايك ماشي ماشي عشان خاطرك. والله اسمي كاسندي منور. اكتبي اسمه ايه؟ ام او اتش مسطرة اف بي.
ام اتش مسطره اف بي. لا ام او اتش. ام او اتش بسرعة بس بسرعة. مسطره اف ام بي. ايوه. مين تاني مين تاني؟ اكتبي فاطمة وحصرين. فاطمة. بقولك ايه، امسك بقى اكتب الرقم. حصلين، هاتي بس التليفون وانا اكلم اخوك كده، ده لازم ناخد منه درس بتاع. عارف الرقم؟ لا بقولك ايه، هنكلمه الفيديو اللي جاي. ينفع الفيديو ده ليه بقى؟ ما هوش لسه هجهز الفلوس لحد يومين. خلاص اللي انت عايزاه. بص ماشي. اكتب عندك 031 35 50 60، هو اسمه ظهر كام صح. ظهر عندي ده اسمه اسم لورد. لا امال اسمه ايه؟ اري والله ناسيه. ناسي اسم اخوك ايه؟ بقولك ايه، اتصل وشوف مين اللي هيتكلم بقى. ماشي. ترن ترن ترميد هيرد. محدش محدش. مين؟ يا بنتي ده اخوكي بيزعق قوي كده ليه؟ هو اخوكي؟ معلش انا في الجيم بس. بقى في الجيم، معلش انا في الجيم. قول له انت، هو انت كده مش في الجيم خالص يعني، ده انت سندريلا، انت كده مش في الجيم خالص، انت كان في مكان تاني خالص. المهم، لا 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 استغفر الله، انت عايز ايه يا ابني؟ معاك ويجز يوتيوب، ملك اليوتيوب، اخو سندريلا وحبيب ساندي. انت عامله ايه يا اختي؟ يا اختي انت اهبل ولا ايه؟ انت هترش يا ابني ولا ايه يا ابني؟ يا ابني مش دي اختي؟ انا يا ابني جوز اختك يا ابني، انا ويجز يا ابني. انت عبيط يا ابني، انت عبيط عبيط. اهلا 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 اهلا. قلبي قلبي يا ناس، بقول لك ايه، انا يا لورد. استني استني، انت نعم. بكلمه بكلمه. عامل ايه يا اخويا؟ خدي الحمد لله. انت عامله ايه؟ بقول لك ايه، فاكر فاكر الورس اللي انا كنت سايباه معاك؟ ماله. لسه معايا وصرفت منه شويه حبتين كده بس، معلش. ماشي يعني دلوقتي والله. مش مهم دلوقتي، معاك كام؟ بتاع حوالي مثلا كده 45 مليون. طب 45 مليون بس؟ ايوه ماشي ايوه طيب، والنبي بحضرهم لي كده بعد يومين وهاتهم لي. معلش. ماشي يا فندم، حاضر. يلا سلام. والنبي بقى هات اخوك التاني. والنبي مين القرعة؟ حاضر. يلا سلام عليكم حبيبي حبيبي. عليكم السلام. امسك يا باسم، يومين وهيجيبه الرايق. 45 مليون. ايوه بقى فلوس. بقول لك ايه، انا هم مشروع بالفلوس دي. بس بقول لك ايه، احنا اهم حاجه نفتح لنا شركه بالفلوس دي، عشان لو حتى اتسرقت يكون معانا لسه فلوس. طب احنا هنفكر في اسم شركه. بقول لك ايه، ايه احنا نسيب السيرفر المعفن ده ونروح مدينه جديده. صح، ايه رايك في الكلام ده؟ ونمشي بقى من كل مخاطر. ايه رايك يا سندريلا؟ يا ساندي 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 ساندي، هي طرشه وخرسه ولا ساندي. خرسه بس؟ استنى يا سامح على ده، يا ساندي 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 يا ساندي يا عبيطة ساندي يا ساندي يا ساندي يا عبيطة. يا ساندي يا حبيبتي، يا بنتي انت قلت ولا ايه؟ يا عجبتها اللعبة تقريبا، ده لعبة حلوة والله تعالي فعلا. تعالي يا المصاصة دي، ساندي تعالي بسرعة. بصي بقولك ايه رأيك في المشروع اللي احنا قلنا عليه دوت ونسافر؟ موافقة؟ خد المولد، خد طيب انت المولد، تعالى المولد. ايه؟ انا عايز اروح انا وانت مطعم بس هي ما تجيش معانا. عادي، ما هي اسامة بتحب اللعبة دي. ساندي ماشي. اقعدي العبي في اللعبة دي، بس احنا بس رايحين مشوار مهم. تمام؟ ليه؟ هبقى اجيب لك مصاصة. هجيب لك حبسه. هجيب لك حبسه. يلا هنجيب يلا. لك حبسه. طب هنجيب لك مصاصه. فين العربيه بتاعتنا؟ العربيه فين؟ بقول لك ايه، نروح مطعم تاني غير ده ولا نروح مطعم ده؟ تعالى ده حلو، ده بحبه قوي. بتحبيه قوي ايه بس؟ انا حاسس اصلا الشيف اللي جواه مش متبقاش نضيف قوي، بس هو ده لا الاقرب لا تعالى للبيت. السلام عليكم. عليكم السلام. هو انت بارع قطه؟ بس ما تهزريش معايا، ما تهزريش معايا وضعك كلب. بس معلش اسكتي، ما تهزريش معايا عشان ده غشيم اصلا. يا انت حاضر اللي مهزر معايا، ده محلنا اساسا. ولا ولا تهزر. ايه قد ايه قد صوتك؟ عايز يا بت، بت يا حيوان انت، انت شغال عندنا انا، انت عبيط، انت نفسك ولا ايه؟ عايز يا عم انت وربنا تعالى، ده احنا اصحاب المكان. اصحاب مين؟ احنا اصحاب المكان ده اصلا. بس يا حبيبي والنعم احنا اصحاب المكان، احنا اصحاب المطعم ده. انت عبيط، مين مشغلك؟ طلع عليها السكينه. مين مشغلك؟ لا امشي من هنا، يلا ماشي امشي من هنا. تشكر يعني المحل ده. تعالى مش هنروح مطعم تاني، تعالى نروح مطعم تاني وانا والنمر اطلب له بيس. مش هسيبه، انا مش هسيبه، بس مش فاضي دلوقتي، مش فاضي له دلوقتي. انا مش بتعرف. بقول لك ايه، استنى استنى. طب والله لا كان معاكم. انا نسيت فلوس في البيت. الو انزل يا عم. الو لور. انا نسيت فلوس في البيت، انا نسيت فلوس في البيت. الو وري. بص اسكت. نسيت الفلوس في البيت. بقول لك ايه، عارف الحيوان الشيك اللي انت جايبه؟ ماله؟ قال ايه، بيضربنا وبيطلع عليا مطوه. هتردوا. هجيب هتقولنا ماشي. يا السلام عليكم. شفت على طول دي مكالمة واحدة بس يا باسم. يلا يلا. ايوه
هات ايه كده بتتنططي ليه؟ وخلي. هتيجي معانا المطعم؟ اه شكلك اتقمصتي، هتيجي معانا المطعم صح؟ هتيجي المطعم، ايه ده؟ بتقولك ايه؟ لا ايه ايه ده؟ طب عايز ايه ده ايه ده؟ يا ابن ال ده الحرامي، انت الحرامي ده ليه عامله في كده؟ ده اصلا ده معانا، ده ده حرامي، قفشته قفشته حرامي، كان بيسرق فلوس حرامي انت سندريلا، كنت جاي بتسرقني انا؟ رحت قفشته وعضيته اغمى عليه وعلقته زي ما انت شايف، ده انا يا بنت هنفخه العضاضة والنعمه. كلم البوليس بسرعه، هات التليفون بسرعه سندريلا. بص انا عندي خلاص استعداد دلوقتي حبيتك، بس احنا ممكن نعمل ديل مع بعض، اتفقنا؟ بص عايزك تقول لي مين اللي بعتك وايه اللي جابك تسرق فلوس سندريلا. مين اللي بعتك؟ قول لي مين اللي بعتك؟ هجيبك والنعمه. بقول لك ايه؟ إيه انت تكون معانا في في العصابه بتاعتنا، اللي هو بقى ايه، تحترم نفسك، مالكش دعوه بالعصابه الحراميه النوش اللي انت منهم دول، وتقول لي على كل الاخبار. ادي واحد. ثاني معلش معلش سيبني اتكلم. اتنين، تقول لي مين اللي بعتك تسرق فلوس سندريلا. ثلاثة، تتجوز بنت ساندي. اه ايه انت اللي بهزر، انت عبيط ولا يا ايه؟ اختي اه طفي 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 طفي، اوف 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 يا بنت، بدل ما تضربيش، طفي 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 طفي. اه ماشي، طبعا انت فرحان فيا طبعا. اه ماشي، ده انت يومك اسود. معاكي نبلة؟ نبلة معايا. طب ما هي تقريبا معايا ولا مش معايا؟ والله ناسي. اللي احرقوه في النار. لا لا لا، انتوا ما تحرقوش في النار، ما تحرقوش. اوعي اوعي تكلميه، حركي اوعي. احسن. لا ليه ليه، احنا محتاجينه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. جدع البت دي على فكرة، جدع جدعك جدع ايه بس، البت ده التانية. متخلفة. ايوه ما هي كده شاطرة. عشان بقولك ايه، يلا بقى عشان نروح ايه ناكل. طيب يلا بينا، اوديكوا احلى مطعم في السيرفر. ناكل عايزين تروح مطعم ايه؟ عايزه اروح ماكدونالدز. على فكره كاوتشات دي زباله زباله زباله، والكعبيه مش سريعه. ولا اقول لك تعالى نروح كنتاكي. كنتاكو تعالى نروح لا ما كنتاكو. بحبش اكل عند كنتاكو، كنتاكو ده اصلا لحمه معفنه. لا كنتاكو احسن مطعم. كنتاكو لا، اللهم رب سامح احسن يا رب مطعم سامحني بيعمل يا رب. فرايد تشيكن، مش هقول اسمه عشان خاطر هو ما دفعليش فلوس. ما تدفعلي فلوس نقول اسمه، ما تدفعش فلوس خلاص طب كروي بقولك هندوسه. ايه، تعال نروح ناكل عند وي بافلو برجر. لا مش بافلو هاكل معاه. عمبرجر. لا ايه ده ايه ده، ليه حلو بافلو عمبرجر؟ انا ما بحبش الشيت عشان خاطر بقولك كده ايه، بقى. انت مش ملاحظ حاجه؟ اول يوم نعدي من غير ما يحصل حاجه. يحصل حاجة ازاي يعني؟ هو ايه اللي ممكن يحصل؟ هفهمك، ايه مثلا ما يطلعش علينا حرامي يعمل حاجه معانا. حرامي وانا معاكو؟ انت عويتة يا بنت ولا ايه؟ عويتة؟ بس بلاش بلاش بس عشان احنا اتخطفنا. مش بس يا بنت عبيطة، انت مش الكلام ده. بقول لك ايه، ما تاكليش كتير عشان خاطر ما تدفعنيش فلوس كتير، احنا كده ماشيين غلط حاضر ولا ايه؟ حاضر اطلب بس خلاص من البيت. بقول لك هطلب وجبة واحدة. هتخلصي لي فلوسي كده، طب مش عايز خلاص شر ادخل انا تحنيك. اطلب. لا انا هدخل انا اطلب. لا يا ستي ما تطلبيش انت، انا هطلب لك بس ما تخلصينيش ام فلوسي. ما هو احنا تخافش مش اي حاجة قليلة قوي. معلش انا اسفة. ماشي والله مش هتكلم عشان خاطرك انت بس، مع ان ما ينفعش يعني، انت كده مش بتكلفيني عارف فلوس ليه كتير. في الايام دي بطني ساعات توجعني. ايوه بطني ساعات توجعك عشان من كتر الاكل اللي بتاكليه. ما انا تفصل. رحت كشفت عند الدكتورة قالت لي في حاجة. قالت لك في فيل. لا امال ايه؟ بقول لك بعدين بس مش قدام بيت سني. ماشي تعالي يلا يلا بينا. تعالي. بصي انا داخل دلوقتي السلام على الشات. عليكم. يا بنت اطلعي، انزلي يا بنت، يا غبية غباوة السلام عليكم. ايه ده؟ غباوة. اللهم لا اعتراض يا رب. ليه؟ مفيش شيف. فين الشيف والنبي؟ الشيف خلاص، نروح مطعم تاني. تعالي خليه ماشي بقى، خلاص يلا خليه نروح مطعم تاني عادي. يلا. ايه ده، ايه العربية السودا دي؟ عربية سودة ايه؟ ايه ده؟ لا هتلاقي عربية ايه واحد عادي يعني. ايه ده؟ هو ازاي؟ ايه؟ ازاي؟ انت مش انت بوت بره؟ استنى استنى بس محدش يتكلم. انت ايه؟ في اخبار جديدة؟ ايه انا فهمت ايه من دي يعني؟ في ولا لا؟ لا؟ ما انت عايز ايه؟ انا افهم ايه؟ ما تكتب اكتب، امسك اكتب هنا. يا رب يا رب على التحنيك. بقولك ايه، كله بالفلوس. بس عيني يا بنتي، بطلي غباوة يا بنتي.
يا ابني انجز يا ابني، انجز يا ابني، انجز عندنا شغل. كبر 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 كبر، في ايه سنة؟ بنشوف في ايه بس وهنمشي. مش دي، مش انا انت اللي قلت لي ايه؟ مش انا اللي انت قتلتني هناك، انا واحد تاني يا راجل. انزلي 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 انزلي، فين سندريلا؟ فين سندريلا؟ وديتيها في ايه؟ راحت المطعم سبقتنا؟ ماشي على المطعم على طول. انا سن تروح على المطعم يا بنت اللذينة هتفصى، هتلاقي نازلة اكل هناك، والنعمة لو قفشتها انزل ضرب فيها، بصي هنفخها لك. ماشي، هي هتلاقيها في مطعم كده في تفاصيل وبتاكل. في مطعم ماشيين فين؟ في مطعم تفاصيل تفاصيل تفاصيل. قربنا نوصل. هو معلش انا واخدك، عارف انا معذبك والجو ساعة بره، بس ما اعمل لك ايه انا؟ اعمل لك ايه؟ مفيش حل تاني. انت لازم تقدري تعذبيه في الساعة كده عشان تستاهلي. انت اللي جايك معانا اصلا. بس المطعم ده جامد. نركن بس العربية بتاعتنا. انت متأكدة ان جوه؟ هي جوه؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ماشي، والنمر اخش اقوله لهم. يا حيوان يا اللي هنا، شايفه؟ ايه ده؟ ايه؟ شيل السرير اللي هناك يا غبية يا يا باسم، يا باسم سندريلا اتخطفت، سندريلا اتخطفت. بقول لك ايه، بقول لك انت نفس الكتاب اللي معاك هو اللي معايا. ازاي؟ مين اللي خطفها؟ معرفش معرفش. انا هصر، انا هصر. طب تعال تعال اركب العربية بتاعتي. يلا ماشي، انا هكلم كل اصحابي، كل الحرامية اللي اعرفهم. اركب يا ابني، هكلم كل الحرامية اللي انا اعرفهم. مين ده تبعنا ده؟ مين ده؟ يا ابني انت جاي تبع مين يا ابني؟ انت رايح فين؟ مراتي اتخطفت، مراتي. قول لي قول لي مواصفات، اصل انا شفت عربية سودا كده بتجري هناك. ايوه كانت شايف. هو ده هو ده ابو نضارة، ده ابو نضارة. ايوه مراتك بقى شكلها ايه بقى؟ هي شبه البت دي كده بس على احلى شوية، على مزة شوية، لونها اسرق. الا ايوه احسن منك. وفي في من ورا علامة الدايموند كده، يعني علامة مائية. يا عم انت عاملين ده وشاليه ده؟ لا 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 لا، ده هي كانت في عربية سودا وكانت مخطوفة وكانوا حاطين لها حاجة على وشها كده. مشيت ازاي؟ طب مشيت ازاي؟ خليكم اتكلموا انتوا، انا هتصرف، انا هجيب. خد يا بقى يعني.